ممكن هو خطوة صلاح مع الدوري السعودي ناس كثيرة في الإعلام رفضت، ولكن خليني أكد لكم صلاح لم يرفض وإنما أجل الخطوة. هناك فرق بين الاثنين، التأجيل يعني في تواصل، الناس دي بتفكر لسنين. محمد صلاح بقي مؤسسة زيه زي كريستيانو مع فارق المبالغ بتاعت المؤسستين، يعني طبعا ده يكسب فيها كريستيانو، ولكن في النهاية صلاح مؤسسة. كابتن حسام وانت وحسن لعبته في الزمالك، الكابتن حسن مصطفى النهارده بدل اتكلمنا على الدرجه الثانيه والدوري السعودي ونفسنا نبقى كده برضه، لازم نقول ان العالم كله واحنا معاكم دلوقتي بيتكلم على كلام كريستيانو عن شيكابالا، وان كريستيانو طلب تيشيرت شيكابالا وده افضل تسويق لينا ككره مصريه. وانا شايف ان الزمالك اخرج عن النص، الزمالك خرج من البطوله العربيه كسبان رغم خروجه من دوري المجموعات، لعب ثلاث مباريات محترمين، هزيمته من الشباب ظلم مبين بركلة جزاء وهمية، لكن لعب قدام النصر. المدير الفني للنصر اتكلم في المؤتمر الصحفي كلام اسعدني، انا سمعت كريستيانو بنفسي في لقائه مع اس اس سي قال كلام رائع في حق نادي الزمالك، وكمان طلب وندى على شيكابالا وطلب منه التيشيرت، وشيكابالا اداله تيشيرته وتبادلوا التيشيرتات في لقطه غابت عن القناه البث المباشر وصورتها لنا الجماهير وبعتت لنا هذه اللقطه تفاعلا. تعليقك. بص يا كابتن عبد الله، انا النهارده شفت مباراه نادي الزمالك ونادي النصر السعودي. واللقطه دي بالذات لو سمحت. لا، ما اللقطه دي لقطه اسطوريه. يعني شيكابالا اسطوره نادي الزمالك ومن الاساطير في جوه نادي الزمالك. طبعا كريستيانو رونالدو ده حاجه يعني ما حدش يقدر اسطوره في العالم. ما حدش يقدر يقيمه اصلا. العالم. ده حاجه العالم. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، هو اللي شد انتباه كريستيانو اكتر في المباراه ان جماهير نادي الزمالك كانت على طول، هو قال ده كانت على طول يا كابتن رمضان تنادي على شيكابالا. هو قال ده الجماهير كلها كانت على طول، يعني قبل ضربه الجزاء وقبل زيزو ما يشوط ضربه الجزاء كل الجماهير بتنادي زيزو. فهو يعني عارف، هو برضو يعني في طبيعتهم في اوروبا ما بتلاقيش والمباراه شغاله تلاقي مثلا جماهير في اوروبا بتنادي على لعيب واحد على طول باستمرار. فممكن تكون دي خدت انتباههم. حتى شيكابالا وهو بيتغير برضو الملعب كله جماهير كلها معترضه. لا بتنادي عليه، بتشجعه. فطبعا دي اكيد دي خدت انتباهه طبعا. فممكن يكون الموقف اللي حصل ده هو سال بقى طب شيكابالا ده ايه. طب انا بس كابتن رمضان والنبي ارجع لي للحته دي يا استاذ جمال. الفريمين دول شيكابالا ماشي ليه حد بيندهن وعايز اقف قدام، دي مهمه يا حسن ومصطفى. طبعا ما تفوتش يا حسن، قول اللي يرضي ضميرك. طبعا. لا طبعا بس يا كابتن رمضان ارجع كمان فريمين يا جماعه قبل ما يقلع التيشيرت. بص يا كابتن رمضان، بس عشان ما حدش يقول لك عبد الناصر بيبان، انا سعيد بده لانه ده قيمه مصر. ما هو شيكابالا قوه ناعمه زيه زي الفنانين اللي بنتكلم عليهم وزي النجوم وزي تختلف جوه مصر تتفق. شوف احنا بره مصر ازاي، اعرفوا قيمه نجومكم يا جماعه. بص يا كابتن رمضان. بالظبط ارجع كمان فريم يا استاذ جمال. هتلاقي في حد ندى وراح شيكابالا بعد كده قلع التيشيرت. يعني كريستيانو هو من طلب، لان دي لقطه من الجماهير. بص صح. بس انا بوضح عشان ما حدش يزايد. لا اصل بص يا استاذ عنصر، هو هيزايد على ايه؟ لقطه عفويه كل تعصب عمانه. لا اصل تعصب ليه؟ دي حاجه تحصل. انا عايز بس اقول نقطه يا كابتن عبد الناصر. هو دايما ممكن كريستيانو يعني شيكابالا ممكن هو بيسلم عليه وبيسلمه شرط الكابتنه والرايه كده. كابتن لا مش كده يا حبيبي. ممكن يا كابتن يا حبيبي كريستيانو جاي قلع التيشيرت ونجح عليا. بص على اللقطه كويس. انا عارف يا كابتن، انا عارف كريستيانو قلع التيشيرت ونجح على شيكابالا. هقول لحضرتك على نقطه برضو عشان ايه يعني نبقى برضو الامور تبقى واضحه لكل الناس. انا فرحان. احنا في اوقات يعني. في اوقات يا كابتن واحنا بنلعب مثلا منتخب اسبانيا او بتلعب منتخب اي منتخبات، فبتيجي للنجم فبتقول له ايه مثلا انا عايز التيشيرت بتاعك. هو بيجي برضو ده احتراما برضو من كريستيانو. فهو راح اللقطة. ايوه هي دي بالظبط. فهي ايه احتراما للنجم لشيكابالا. اكيد هو شاف زي ما الكابتن حسام قال ان الجماهير كلها مش عارف ايه، فهو راح رايح لان ممكن يكون شيكابالا طلب منه تيشيرت، فراح رايح اداله تيشيرت لان هو كده احنا اللي بنطرب يعني عشان برضو ايه ما نكبرش. لا يعني بص انت قصدك عشان بس ما نكبرش. ده حصل انا حصل اثناء مثلا من حسن شابي. اثناء يعني القرعه
يا ريت بعد الماتش ان انا اخد التيشيرت بتاعك وكده. ممكن فهو راح له بعد الماتش، راح له بعد الماتش ده احتراما ونجوميه كبيره جدا من كريستيانو او اي نجم بيلعب في اوروبا، فراح راح نادى شيكابالا عشان يديله التيشيرت بقى. خلي بالك الكابتن محمد عبد المنصف اوسا بعد مباراه الهلال والشباب، لا بعد مباراه قصدي الشباب والنصر طلب التصوير، هو رفض. بس احكي لك الروايه، هو رفض وقال له طب انا اقول لحضرتك على حاجه نقطه، طيب قال له اعتز كثيرا ولكن صورتي معاك ربما تاذيني لاني لابد من تصريح لان انا مملوك لناس واخد بالك انت. فالمهم منصف راح استناه وراح قال له هو ايه وكذا وبيحبه، فحتى لدرجه انه ايه يعني قال له اتفضل التقط الصوره بسرعه وراح جري. ايوه صح يعني عشان كده بعد كده لما جه الاداري لما جه الاداري عاوز يتصور معاه ما رضيش. بص الروايه دي بس لان خلي بالك كابتن النجوم دي كلها عشان بس طبعا اي حرف البطوله هقول بس حاجه لحضرتك. لا الروايه دي اللي انا قلتها بتاعت منصف على لسان صديقي وده صح، انا كلامك على الحاج محمد الخلعي لانه كلم منصف قال له انت لقطت الصوره ازاي، فكان ما حدش يقول لك عبد الناصر بيفت بس، فمحمد الخلعي صديقي فبيقول لي انت عارف قصه الصوره دي ازاي؟ قلت له ازاي يا حاج محمد، حاج محمد الخلعي ده صديقي جدا يعني وعلاقه اسريه بينه وما بين اوسا والاسره والعائله يعني، وزوجته الفاضله الدكتوره دينا ابو السعود ستكون معانا مذيعه في الشمس بهنيها على التعاقد. فالمهم حكى لي الروايه، شوف دقه التفاصيل يعني قال له بسرعه. ايوه هقول لحضرتك يا كابتن ان كل مجموعه في فندق واحد عارف كده كابتن طبعا يعني كلهم في حسام كل واحد في دور واحد كل واحد في دور. احنا مثلا كان معانا اتحاد جده، نادي اتحاد جده كان بنزيما بينزل معاه اربعه بودي جارد فمحدش بيقدر يجي ولا تقدر تروح. كريستيانو نفس القصه كل نجم والنجوم دولت عليهم كده، فهو ان انت تيجي تتصور معاه دي لازم زي ما حضرتك قلت بالظبط كده لازم. انا كنت في هيلتون جده نازل مع فريق ريال مدريد لما كان مع زين الدين زيدان في اول سوبر لما كنت مدعي من وحضرت السوبر كله واستمتعت بيه. بص انا كنت بطلع من اوضتي قصادي مارسيلو واقعد اشاور له ويشاور لي فاهم انت، وكان معايا حد صاحبي نيجي وهم رايحين الجيم. انا دخلت الجيم مدير الفندق دخلني الجيم اتفرجت على التمرين وبيعملوا ايه بعد استئذان زين الدين زيدان بشرط اني ما معيش الموبايل. ما في الصورة طيب كابتن الحاجات دي محسوبة طبعا. قال له ده اعلامي مصري وكذا وبشكل ودي عايز يشوف بس التمرين ازاي يعني. فتخيل انت والله بص الموبايل ما دخلش بره الجيم لان مش احرج طبعا. يا استاذ عبد الناصر الناس دي حياتها بالدقيقة وبالثانية. هو بيصحى من النوم عارف هينزل من على السرير يتحرك فين يروح فين يعمل ايه يروح تدريبه يعمل ايه بعد ما يخلص تدريبه يعمل ايه هيسهر امتى هينام امتى. طب هل انت كريستيانو ممكن يكون بيلعب مسابقه بشروط ويجي اخر الموسم يقولوا له